منتخب الناشئين، تأهل غاب 14 عاما ومستقبل مشرق لجيل واعد. فقد حقق منتخب مصر للناشئين إنجازا كبيرا بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما بعد غياب 14 سنة عقب تصدره لتصفيات شمال أفريقيا والتي أقيمت بمدينة المحمدية المغربية خلال الفترة من 11 وحتى 23 من نوفمبر الجاري. ورغم استبعاد 7 من قوام المنتخب الرئيسي بسبب التلاعب في أعمارهم قبل شهر تقريبا على انطلاق التصفيات والخسارة الثقيلة أمام منتخب المغرب في المباراة الأولى، انتفض أشبال المدرب أحمد الكاس وتمكنوا من تحقيق ما تخيله البعض مستحيلا بحصدهم العلامة الكاملة بالفوز على الجزائر بهدفين لهدف وتونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين وليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف. ترى الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعه محمد إبراهيم المدرب العام تسلموا المهمة في أكتوبر العام الماضي ونجحوا بعدها بستة شهور تقريبا في التتويج ببطولة شمال أفريقيا بالجزائر بعد أن حققوا فوزين وتعادلين ولم يعرفوا طعم الخسارة. الكرة المصرية عانت الأمرين في هذه المرحلة السنية ولم تحقق أي إنجاز يذكر باستثناء الفوز بلقب البطولة عام 1997 في بوتسوانا والمشاركة في نهائيات المونديال في مصر خلال نفس العام، وهو ما يضاعف من مسؤولية بلال عطية قائد المنتخب وهداف مصر في التصفيات ومعه الحارس عمر عبد العزيز ومحمد حمد وحمزة عبد الكريم وعبد العزيز الزهبي بطل موقعة نسور قرطاج في المباراة قبل الأخيرة في محو هذه الصورة السلبية عن مشوار المنتخب منذ تكوينه. وأبرز العقبات التي واجهت الجهاز الفني خلال 13 شهرا وفرص مصر في المنافسة على لقب البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار العام القادم ويتأهل منها 4 منتخبات لمونديال قطر. عن كل هذا والعديد من الأمور الأخرى يدور الحديث مع محمد إبراهيم المدرب العام للمنتخب في الهدف.